السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قصة أخرى في من كندا في هذه المرة. وكنت وما زلت رئيس مجلس إدارة الإغاثة الإسلامية في كندا. وقدمنا طلبا للإغاثة في كندا للحصول على منحة المتدين الإنسانية على عمل مؤتمر كبير للشراكات. كان القانون يوجب علي ألا أكون حاضرا حين يتخذ المجلس قرار دعم أو عدم دعم المنتدى الإنساني، لأني صاحب مصلحة كذلك الرئيس. أرسلنا الطلب من عدة أشهر ولم يصلنا منهم ردا إيجابيا، وهذا لم يكن متوقعا. بدأنا نشعر بالخوف من المجهول وغير المتوقع. وذات يوم وصلتني رسالة من أحد الأعضاء قائلة: لا أدري لماذا المجلس يتعامل مع طلبكم بهذه السلبية، وأطلب التصويت على مبلغ صغير، والتصويت فعلا قد وصل إلى مرحلة الرفض. قالت أيضا: أنا لم أرسل بصوتي المجلس، وكان ردي باردا لكوني رئيس المجلس. فقلت لها: هذا حقك. ثم وصلت رسالة أخرى منها قائلة: هل قرأت الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها للمجلس؟ قلت لها: لا. قالت: هل تريد أن أتحدث إليهم؟ قلت: هذا رأيك وأنا لا أكترث. ثم أرسلت رسالة أخرى قائلة: هل ستتحدث أنت إلى المجلس؟ قلت: لا. وانتهى الحديث بيني وبينها. بعد بضعة أيام أرسلت لي عدة رسائل قائلة: لقد تحدثت إلى العديد من الأعضاء عن أهمية هذا المشروع المؤتمر الذي تقومون به، فرحب الجميع به، وعللت بالتأخر والسلبية في الرد على أن البعض لم يكن يعرف قيمة المؤتمر المعنوية والاجتماعية والتمكينية التي يؤديها للجمعيات الصغيرة المحلية مقابل هذه المنحة الصغيرة التي تطلبونها. وافق الجميع والحمد لله على كل هذا. الدرس المستفاد: أولا، ألا نسعى وراء المال والدعم المادي حتى مع أقرب المقربين لنا فقط. ثانيا، ألا نستعمل سلطاننا الأدبي الذي منحه لنا سلطاننا السياسي، فأنا رئيس المجلس، حيث ترأسنا لمجلس إدارة هذه المؤسسة يجعلني عندي سلطان أدبي وسلطان تنفيذي. الثالث، ألا أستعمل وسائل ضغط جانبية على الأعضاء كي يغيروا رأيهم أو قرارهم. الرابع، أن نعذر أعضاء المجلس الذين قد يكونوا مشغولين بأعمالهم الخاصة فلم يقدروا قيمة ما تقدمه لهم من مشاريع. الخامس، أن تعلم يقينا بأن القرار هو قرار الله سبحانه وتعالى، يدعه على أطراف ألسنة أعضاء مجلس الإدارة، فهم يقررون في ملك الله بما قدر الله، ويمنح من منح الله في ملكه وملكوته بسلطانه وقدرته وجبروته المقدرة. الأصل في هذا ألا تستعمل سلطانك السياسي في كسب دعم مادي لمؤسستك بمؤسسة أخرى أنت ترأسها. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.